مطعم الوعل الذهبي وسط مدينة زالزبورغ، وقد منح جائزة في العام الماضي من قبل دليل الفنادق والمطاعم غوميو، وهو يعتبر من أفضل مطاعم المدينة. رئيس الطهاة غيرنو هيكا يحضر لمجلة يوروماكس طبقاً متميزاً، وهو زالزبورغ نوكرن الذي يتألف من ثلاثة مكونات رئيسية، وهي الدقيق وصفار البيض والسكر. تحضير الفطائر صعب لأنها تفقد طراوتها بعد خبزها، فيتوجب الحذر هنا، ويجب أن تكون الكمية مناسبة ومكونات فطائر زالزبورغ، ومن أجل ذلك أقدم بعض النصائح ليصبح كل شيء على ما يرام. يذهب أولاً إلى السوق لشراء الفاكهة، فيمر بالمدينة القديمة التي جعلتها منظمة اليونسكو إرثاً ثقافياً عالمياً، ويمر أيضاً بالبيت الذي ولد فيه المؤلف الموسيقي فولفغانغ أماديوس موزارت. يضيف غيرنو هيكا التوت البرية إلى الفطائر كعنصر إضافي. فطائر زالزبورغ أصلية عندما تكون بدون إضافات، ونستطيع أن نضيف إليها الألوان، ولهذا السبب اشتريت هنا التوت البري من السوق لغرض الزينة. إنه يضيف السكر المحمر إلى قالب الفطائر، ثم يضع السكر والقشدة في قالب مقاوم للحرارة، ثم يطبخ المكونات على درجة حرارة 220 مئوية حتى تكتسب لوناً بنياً. بعد ذلك تنتشر الفطائر بحيث تكون معزولة عن الكراميل لتوضع في صحن، ثم تتخذ مذاقاً جيداً جديراً بفطائر زالزبورغ. الآن يخفق بياض البيض ويمكن الاستعانة بالخلاطة. من المهم أن يكون خفق بياض البيض متماسكاً، وعند وضع الفطائر في القالب يجب الحرص على أن تكون غير رخوة وأن لا يكون بياض البيض رخواً. جيد. ثم يضاف السكر والليمون وتخلط المكونات من جديد. يضاف الآن صفار البيض والدقيق، وإضافتهما تكون بعناية فائقة. يحضر غيرنو هيكا ثلاث فطائر، أي ثلاث قبعات فقط. يسمح فقط بعمل ثلاث فطائر مرتبطة تاريخياً بزالزبورغ، وهي كابوتسينابيرغ وفيستونغسبيرغ ومونسبيرغ، وهذا هو سر الفطائر الثلاث. ثم يرش عليها السكر الناعم لتوضع في القالب المطلي بالكراميل، ثم في الفرن مدة 5 دقائق على حرارة 250 درجة مئوية. من الممكن استخدام النشا الذي يمكن خلطه في البداية مع المكونات بهدف تماسك عجينة الفطائر، وهذه بالطبع ليست الوصفة الأصلية بل هي وسيلة إضافية. يوضع التوت البري لإضفاء عنصر الزينة على الفطائر، والآن أصبحت فطائر زالزبورغ جاهزة. من المهم تقديم الفطائر فوراً، وهذه هي مهمة رئيس الطباخين هيرمان باوا الذي يحضر لزبائنه يومياً حوالي 40 وجبة، ويعتبر مطعم الوعل الذهبي مكاناً مهماً في زالزبورغ. يزور المطعم مشاهير المجتمع الدولي مثل كوفي أنان أو الأمير تشارلز أو مصمم الأزياء كأوسكار دلارينتا وإيمانويل أونغار وكارل لاغافيلد وكذلك النبلاء. فطائر زالزبورغ تعتبر حلوى بمكونات عديدة ويمكن تناولها بصورة مشتركة.